ليه بيتعمل مواسم صيد؟ ليه اي حد مش ممكن ياخد قرار انه يطلع يصطاد اي كمية هو عايزها؟ ليه ما يبقاش الموضوع مفتوح يعني؟ لو فكرنا فيها البشر، احنا انا اتجوزت بتفق مع زوجتي احنا هنخلف في الفتره كذا، طبعا كله بتوفيق ربنا. لا، السمك بيبقى ليه موسم بيخلف فيه. معظم الاسماك اللي في مصر هتلاقيها بتخلف او بتبيض في فتره ما بعد الشتاء او من بعد شهر 4، شهر 5 6 7، هتلاقي السمك بيبيض في المواسم دي. موسم المنع او منع الصيد هتلاقيه في الغالب بيبقى في الفتره دي. انا لو رحت اصطاد سمكه قاعده السنه كلها مستنيه ان في موسم معين هتبيض فيه، وجيت بالشبكه اصطادتها بمئات الالاف البيض اللي موجود فيها، انا كده دمرت اجيال وانا مش واخد بالي، مش هلاقيها تاني. يعني ممكن من كتر ما اقعد اسحب في كميه السمك واصطاده ممكن ما الاقيهوش تاني. طب يحصل، انت ممكن تلاقيه بجوده اقل بعد كده.